السلام عليكم، كراكم لاباس؟ الحمد لله. اليوم من مطبخي جبت لكم فطائر مقليه، نوع من انواع الساندويتش، خصوصا يندارو في فصل الصيف. هذه الفطائر المحشيه رائعه جدا، توصلت الى هذه النتيجه الرائعه. باش تعرفوا كيف توصلنا الى هذه النتيجه، ما عليكم غير تتبعوا المقادير والطريقه ان شاء الله، نتمنى تعجبكم. مكونات هذه الوصفه هي كالتالي: عندنا 2 كيسان فرينه، عندنا 3 مغارف كبار تاع حليب بودره، 3 مغارف كبار حليب بودره، عندنا ملعقه كبيره تاع خميره الخبز معها ملعقه صغيره تاع سكر، عندنا بيضه واحده، ملعقه صغيره تاع الملح ولا على حساب الذوق، وعندنا ملعقه صغيره ماشي مملوءه تاع لا ليفور شيميك، وعندنا ثلث فنجان شاي زيت، دوك نقيلوها بالمغرف ونعرفو شحال، وعندنا ماء دافئ على حساب العجينه. نبداو بكاس ونشوفو ونشوفو على حساب العجينه الفرينه، كل وحده وكيفاه. نبدا ان شاء الله في خطوات العمل. نغربلو الفرينه، بسم الله. نغربلو حليب بودرة، هكا بهذا الشكل، نزيدو بعد ذلك الخمارة والسكر، ها هما، ونزيدو الزيت اللي قلنا عليه ثلث الفنجان، غادي نكيله بالمغرف ونشوفو شحال يجينا. هذه مغرف كبيره، ها وحده، 2 مغارف، 2 مغارف كبار تاع الزيت، ونزيدو معاهم البيضه اللي خفقناها، باش نحطو مع بعض غير الملح اللي ما نحطهش، الملح ولا غير شويه. بسم الله، نخلطو مع بعض كيما هاك، نزيدو، نبداو نبلو بالماء دافئ، مشي بارد ومشي سخون. بسم الله، بالك تدي غير نص كاس بلا ما با، على حساب العجينه، انا ما كثرتش. تبغوا الكيل ماشي مشروط الكاس، الحاجه اللي تكيلوا بها تدوا الثلث الزيت تزيدوا مع على حساب الفرينه اللي تدوها، الكيله اللي تدوها هاك. خليها واحد 5 دقائق حتى 7، ونعاودو نولو ونشوفو الخطوة الموالية. خليها كيما هاك، ما نعجنها ما والو، جمعتها كيما هاك، نخليها واحد 7 دقائق حتى من 5 حتى 7، نعاود نولي ان شاء الله. ريحة العجينة هذيك 7 5 دقائق، من 5 حتى 7، الآن نجي ونزيد لها لا ليفور، ونزيد لها كمية من الملح. هنا ما غاديش ندير مغرف صغيرة كاع، نديرها على حساب العجينة اللي درتها، باش ما تجينيش مالحة، غير هاك، عينك هي ميزانك. ونقومو الآن بعملية العجن على طاولة العمل. نجي كيما هاك، بسم الله، نحطها كيما هاك ونبدا نعجن. نبدا نعجن بهذا الشكل حتى تولي لي عندي عجينه ملساء. هذا الشكل نخليها تتخ...
تخمر في اناء مغلق بلعتها غايه باش ما يدخلهاش الهواء، ونجو كما هنا يتلصق لي شويه نزيد لها غير شويه فرينه، نكمل العجين نتلاقاو ان شاء الله كي نعجنها وتولي لي عجينه السطح تاعها املس ان شاء الله. عجنت العجينه ها هي، ولا السطح تاعها املس شويه تلتصق، خلوها شويه طريه ما تجي تتخمر حتى تشرب تعاود تيبس شويه. نجيبو اناء ندهنها بشويه زيت بهذا الشكل، ونخلي هاد العجينه تتخمر لي كي يضاعف ان شاء الله الحجم تاعها، نعاود نولو ونشوفو النتيجه او الخطوه المواليه اللي نديرها لهاد العجينه ان شاء الله بهذا الشكل. نلحها غايه باحكام ونخليها تتخمر في مكان دافئ. حشوات تاع هذه الفطائر، الحاجه الاولى اللي نديرها عندي البطاطا قطعتها بهذا الشكل، غادي نحطها تغلي في الماء لمده دقيقتين، ومن بعد نزيد لها الملح والخل ابيض، خل ابيض نديرها كيما هاك، نخليها تغلي لمده دقيقتين. الحشوات الاخرى هي البصل قطعته رقيق بهذا الشكل، غادي نحطه في المقله شويه زيت نخليه يتحمر. طماطم نقلع لها الجلده تاعها ونقطعها روندالات رقاق. عندي الكاشير، عندي الباتي المدخن. ما بغيتوش ديروا هاد زوج مكونين، عندكم عندكم الحريه ديروا دجاج تفوتوه في الدب، طيبوه مع البصل مع الحشوات كما تبغوا. وعندنا الكيتشب، عندنا المايونيز، عندنا فرماج ابيض ولا فرماج بورسيون. الحشوات كيما تبغي نتيا كيما يبغوا العائله. الان نروحوا للخطوه المواليه. حطيت البطاطا تغلي في الماء، فات عليها زوج دقائق، الان غادي نزيد نحط لها الملح، ونزيد كميه من الخل هاك، ونطفي عليها ونخليها تبرد نهائيا. هذه المرحلة الأولى في البطاطا، طفيت النار نخليها تبرد 100%، ومن بعد إن شاء الله نقليها في زيت يكون كمية تاعها شوية كبيرة. هذا لقلي البطاطا. أما في البصل عندي بقلة نحط فيها شوية زيت ما نكترش، ونحط فيها البصل اللي قلنا عليه، نزيد له شوية تاع ملح باش يذبل، ونخليه يتحمر على نار هادئة. نروح ان شاء الله للمرحله المواليه. حطيت البطاطا تنقلى، وجدت طماطم نقيتها وقطعتها رونديلات رقاق، البصله دبلتها في شويه زيت. واذا بغيتوا تاكلوا البصل هكاك شي طايب ديروه، كل واحد وكيف. انا بغيت ندبله باش خرج منه الطعم الحلاوه اللي في البصله البيضاء. الزيتون غادي نقلع له العلفه، قطعت المكونات الاخرى اللي ذكرناها سابقا، وجدت كاع الحشوه، ونسيت من قبل ما قلت لكمش على الهريسه. الهريسه ساندويتش الفطائر، الحشوات تاع الفطائر دائما اللي يكونوا شويه حارين. الان العجينه تخمرت لي ها هي، نروحوا دروك للمرحلة تشكيل هذه الفطائر إن شاء الله. العجينة تخمرت،
نتفرخ اللحم المعنى. بسم الله هذا الشكل. نرش قليل جدا من الفرينة، غير خفيفة، حية خفيفة، حية خفيفة. نديرو لها كيما هاك شكلها مبودة، ما نخسرو لهاش الخمور تاعها. نجو بعد ذلك نقطعو هذا الشكل. ولا خلوها بهذا الشكل، كاين زوج طرق. اذا نديرو كيما هاك، نخلوها على جنب، كاينه هذه الطريقه وكاينه الطريقه الثانيه مباشره نفردوها. نجيبوها كيما هاك ونحلوها بالحلام. ما نديروهاش رقيقة بزاف، نجيبو حاجة نقطعو بيها. ما عندك زي غرفية، هذا حاجة كبيرة ما يهمش. ندخلوه في لافارين كيما هاك ونقطعو دوائر هاك. ونجو بعد ذلك ونحطوه هكا، نحطوه بهذا الشكل في صينية فيها ورق الزبدة. نفس العملية نكروها، وكين كي تبقى لنا العجينة كيما هاك، ما ديروش بزاف الفرينة، باش كون ديروا بزاف الفرينة تعاود تيبس. نعاودو نجمعو الفرينة العجينة هكا ونخلوها على جنب، ونروحوا للثانيه نفس الموال كما هاك. بغيتوا ديروها كاع عجينه واحده وتقطعوا ديروها، كاش كل الطريقه الاولى ديروا عجينه كاع كبيره وتقطعوها، ما بغيتوش ديروا كما هاك، كل واحد الطريقه تاعه في العمل. هذه طريقه، بغيتي تخفي على روحك ديريها كاع عجينه واحده وقطعي فطائر كما هاك. نكمل ان شاء الله كاع العجينه ونعاود نولي لكم ان شاء الله، ونحطوهم على ورق الزبده ونخلوهم يتخمروا. نغطوهم ونديروهم على ورق الزبده ونغطيهم ونخليهم يتخمروا قليلا، من بعد نروحوا للمرحله الثانيه. طائر تتخمر، دروك نهزها غير بالعقل كيما هاك ونحطها في المقله، زيت فيها ساخن بهذا الشكل، ونخليها تنقلى على نار متوسطه كيما هاك. هذا الشكل كي نشوف الفطائر بدات فيها هذا الارتفاع نبدا نصب عليها الزيت، تبدا ترتفع ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا. والزيت يكون حراره تاعه متوسطه، ونبدا ندير كيما هاك حتى ترتفع جيدا، تحمر من الاسفل عاد نقلبها. شوفوا هذا الشكل،
نواصل العملية. بالنسبة لبقية الفطائر ونتلاقاو إن شاء الله كي نكمل قليل جميع الفطائر اللي تحصلنا عليها من هاد الزوج كيسان تاع فارينة فطائر تاع الصيف إن شاء الله. بعد ما خليت العجينة تخمرت 15 دقيقة حتى 20 قليتها في زيت، بصح بشرط إلا كي تحطوا الحبة تاع العجين مباشرة تقعدوا تقيسوا عليها الزيت الساخن باش تجيكم كيما هكا بومبي. والآن غادي ناخذ هذه الفطائر الرائعة ونقوم بعملية فتحها باش نعمرها بالحشوات المختلفة. نبداو نحلو في هذه الفطائر بهذا الشكل، نحلوها غير على جنب، نتحصلوا على هذه النتيجة الرائعة جدا. ونقوموا بالعملية التالية، كل واحد كيفاه يبغي. ديروا مثلا البطاطا، ديروا معاها كمية من البصل اللي حمرناه من قبيل، شوية تاع الباتي المدخن، فرماج، طماطم، وزيدوا معاها الكيتشب والمايونيز، ونتحصلوا على فطائر مميزة صنع منزلي. ونتمنى إن شاء الله تجربوها. نكمل العملية بالنسبة لجميع الفطائر ونوريها لكم إن شاء الله في صحن التقديم. مرت كاع الفطائر بالحشوة اللي عرضتها عليكم، وانتوما عندكم الخيار في الحشوات. وزدت زينت بالزيتون الأسود. نتمنى إن شاء الله تعجبكم هذه الوجبة الصيفية، رائعة جدا، ما تندموش إلا جربتوها، وتطبقوا نفس المراحل اللي مرت اللي وريتها لكم. وش هي طيبة، وما تنساوش حباباتي دعم قناتي وضغط على جرس على الجرس. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى وصفة أخرى من مطبخي.